السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم من افضل العاب الطفولة عندي، كراش بانديكوت. ان شاء الله باختم كراش 1 و 2 و 3 في القناة كاملين، ابتداء بتختيم لعبة كراش بانديكوت 1. كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. But Dr. Cortex, we haven't determined the cause of past failures. This bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him. Uh-oh. Prepare the female bandicoot. بوم، وهذه بداية من أفضل ألعاب البلاتفورم ever. تن 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 تن. أنا ما قررت إني ألعب كراش عشان أبغى ألعب لعبة خفيفة بعد ما خلصت أنشارتد الجزء الرابع. أوه نسيت، ما عندي، ما يتزحلق كراش في الجزء الأول، كنت أبغى أتزحلق. يلا أول موتة بالغلط. طبعا كراش الأول من أصعب ألعاب كراش عندي، لأنه ما عندك إلا نقزة واحدة، ما أقدر أطفر إلا مرة واحدة، ما عندك دبل جام. طبعا انا ناوي بعد العب كراش 4. كراش 4 هو الجزء الجديد من كراش اللي نزل في 2020 اتوقع، لعبته مره بس هو يعتبر من أصعب ألعاب كراش اللي لعبتها صراحة، صراحة صعب بشكل مو طبيعي، ما أدري ليش. أوبا بوربقا. شكلي خسرت المهارة، ما صاير أموت واجد. طبعا في حركة، هنا في كراتين وهنا في كراتين. بسم الله. ونرجع في الصندوق مفروض. ما ذكرنا في حفرة من هذا الجهة. تتأكد من هذا باقي كم صندوق. اوكي بوم، خلصنا بوم. بيرفكت. بارابا بارابا بام بام بارابا. طبعا هذه مرحلة جديدة، هذه كانت مو في الجزء الاصلي من اللعبة، مرحلة محذوفة بنخليها لهي نهاية التختيم. ويلا نروح للجنجل رولرز. المرحلة أنا اسمها ستورمي شي، من أصعب المراحل في كراش. بم 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 بم. نتأكد لو ما في صندوق هنا. بم 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 بم. طبعا معروف كراش بالموسيقى حقتها. بم 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 بم.
كيف طلعت؟ نايس. متأكد ما في صندوق فوق؟ نايس. فهذا أتوقع تقدر تأخذه إذا ما مت وما مت ولا مرة. دقيقة، في صندوق اللي فوق. دقيقة. هذا ربط الصندوق اللي فوق، خلني أرجع دقيقة. بعيد، أوكي. شكلنا ما نأخذ صناديق كاملة فيها في هالمرحلة. أنا ما أنا قاعد ألعب عشان شو اسمه أختم اللعبة كاملة وأخذ كل شيء، بس أستمتع بالتختيمة. أوكي، نقدر نأخذه. أوكي. طبعاً هنا أكيد في قنبلة صح؟ في روح أو دور. مرحلة إضافية. هذا الآن المراحل الإضافية هنا سهلين، بس في كراش فور مسوينهم مرة مستحيلين. شوف كيف، 5 صناديق بس. زوجتي. اتوقع صديق الكراش مو زوجته صح؟ ثلاثة صناديق باقيين. او 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 اوكي، برا عنفنا كراش شوي. The Great Gate. شكل بخلص مراحل الجزيرة الأولى كاملين. هذا صعب شوي قارنة المرحلة اللي راحت، هذا في صعوبة. اوكي، ممكن انه مصاب، بس كالعادة موسيقى. هذا القرد مزعج. يس. هذا اذكره. قوم ونط بسرعة ليرجع زي قبل. فيفا. اوكي، بوم. نايس. صبر. اوكي، هنا لازم صبر. المرحلة الإضافية سهلة. أوكي، مفروض كل هالمراحل تكون سهلة لأن المراحل الأولية. أوماي جاد، صعبة المرحلة. نايس. الأرواح بنحتاجها بعدين في المراحل الصعبة. انتظر. وايت. خلصنا اوريدي. باقي 8 صناديق واتوقع المرحلة الاضافية. بس ما مت ولا مرة انا صح؟ اتوقع هذه المرحلة لعبناها في انشارتد، اللي شاهد تختيمة انشارتد حقتي. ياس، هذه هي المرحلة. بس نلعب احنا اللعبة الاصلية طبعا، مو ريميك.
لان الناتي دوغ هم اللي سووا اول ثلاث العاب من كراش. يلا بسم الله. اوه ليتس جو. اوه شيت. من طلعتها يا كراش؟ بارابا بارابا. مرحلة النهر. لا دقيقة دقيقة. أوب أوب كنت شوي وطيح. أستعجل يا عبد الله لا تستعجل. اف اسرع. البنفسجي اللي يتحرك على كيفه على كيفه او يتحرك يتسكر. المرحلة الإضافية. بوم بوم بوم. تبعي اطيح. نينا ما بتينا واحده منهم. نينا نينا تضرب. نايس. ابغى لي ابحث كيف احصل المجوهرات والعب هالمراحل مره ثانيه عشان احصل المجوهرات الاضافيه او المجوهرات الملونه اتوقع اسمائهم عشان اكون دقيق. وصلنا الى باو 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 وخلصنا الجزيره الاولى. الله سريع. كيف قتال هذا؟ اتوقع اذكر انه يدور يدور. اوكي اسهل من ما اذكره. اوكي صحيح تقدر تسوي كذا. نط عليه انتظر انه يضرب. اوكي بقدر اضربه. بوم. تقدر تنط على دبته. نط على دبته يا كراش. ايوه وكذا خلصنا الجزيره الاولى. اوكي بعد ما خلصنا الجزيره كمل. انا ناوي اخلص الجزيره كامله. رولين ستونز الاحجار المتحركه.
استنى هدي يا عمول. ياب شوف في كرتون غبى فوق في مرحلة سرية إضافية. بن 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 اوكي ناخذ كراتين اللي في الوسط اتوقع. او استعجلت. نايس انا مستانس. ناسي ان في مراحل صعبة مرة في هاللعبة دي. المراحل الاولية افا كسرته. نايس ترى بسرعة يطيح هذا. طيرت الرأس. كيف اطير الرأس؟ توني ادري رأس المرحلة الاضافية طيرته. اوه شوي طير الرأس مرة ثانية. بيم 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 واو صعب مرة. في حي في رأس زي ما انتبهت لي. نايس موسيقى المرحلة الإضافة مو واو. حصلت بس راسين في راس زيادة. اوكي نايس خلصنا. بك 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 تن 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 واو كم كرتون. اسف يا كراش ظهرك يا ورق. ها هاغ وايلد هذه الخنزير تركب على الخنزير كانها يا حمار انت ليش جيت في وجهي؟ نقدر ننطهم نقدر ننط. يا حمار انتبه نايس. خنزير مشوي على الفحم لوفلي. تبعت نايس بيرفكتو ترى بارا با.
واخر مرحله في الجزيره نيتف فورتريس، الجزيره شو اسمها الاصليه او او هذا شوي صعبه، هذا اللي كنت اقصده مو اللي راح. بوم بوم بوم. بسم الله. هي. أذكر النار ما قدرت نط فوقها تحرق لو أنا طيت فوقها. أوكي. نايس. فالحين لا تطيح. ريبا. قطيت علي. اذكر تنط على تحتاج تنط على تعالي حمار. نط. اوكي اوكي خليه في حاله. نطيت. لا. بسرعة. نايس 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 نايس. لا تقول لي في واحد ابو دورة. نط علي. طلع. اهرب. نايس. اوكي مرحلة اضافية. مرحلة سهلة. اوكي. اوكي المراحل الاضافية في كراش 1 لحد الان مه، بس 3 لا اذكر مراحل اضافية و 2 بعد مراحلهم صعبين. نايس. اوب. نايس نايس. لين ما طحت. اوه كمان مهارات. شوف قلعة كورتكس في الخلفية. ها لا. هنا في معبر سري. اوه شوي اموت. شوف المعبر السري اشوفه. هنا في اشياء. المخبر السري. اوكي اوكي في واحد ثاني مفروض. بسم الله. كان ممتاز. ما في شورت كات. كنا خلصنا اصلا. لا ما خلصنا. لا نطيت. كان المفروض سنيت. اوكي شوف شوف مخبر سري. مخبر سري. هدي يا ابن الناس.
هذا كله من الجوع والله لان جوعان. هيا خليه يحترق، استنى هذا يقوم نط. ريبة ما ريبة، خلصنا من ريبة. اوكي هنا ركز على الثانية نط. اوكي ما في شورت كات لكن بسم الله. كزين ما طحت من جدو جديد. One, two, three. Nice. Yes, أخيرا. يا كراش تعبنا. اوكي مو سيء. كده خلصنا الجزيرة. اوكي ده بنوقف حلقة اليوم، كده بنوقف حلقة اليوم. اتمنى ان الفيديو عجبكم كالعادة. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهات اول ما تنزل. ان شاء الله بشوفكم في الحلقة الجاية من تختيم كراش الجزء الاول. مع السلامة.